تحية عالمية لكل نصراوي قاعد الكلام. بالمختصر أنا أسد ضمن أسود حاضرين في المدرج. ما بقول الجميع يحضر، لكن اللي يشوف أن المباراة هذه مهمة أبغى يحضر. ما أبغى ألقى كرسي واحد في المدرج موجود عليه نصراوي غيور. تعلمت منكم يعني إذا كنت موجود في الملعب ما أعرف إلا أني أشجع وأني أحمس وأني أتفاعل.